أهلا بكم. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن مراقبة شهر شوال ستكون مساء اليوم الثلاثاء 29 من رمضان الموافق للتاسع من أبريل الجاري. أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن المملكة كانت وبفضل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس كانت أول بلد يقوم بنقل مساعداته الإنسانية مباشرة عبر طريق بري وإيصالها إلى سكان غزة والقدس. كما جدد السيد هلال مطالبة المغرب بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة مشددا على ضرورة ضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني. في المقابل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن أنه تم تحديد موعد لشن هجوم على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة موضحا أن الانتصار على مقاتلي حماس يتطلب دخول رفح والقضاء على الكتائب المسلحة هناك. التغيرات المناخية: العالم شهد خلال 12 شهرا الأخيرة درجات حرارة قياسية ما تسبب في أحوال جوية أقل استقرارا مع رياح عنيفة وأمطار غزيرة. إلى اللقاء.